أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندي ابن يبلغ من العمر ثمان سنوات، عندما أطلب منه أن يصلي يقول صليت وأنا أعلم أنه لم يصلي، والسؤال: هل أجبره على الصلاة وهو يقول أني صليت؟ نعم، تعيد الأمر بالصلاة، تأكد عليه، تعيد أمره بالصلاة وترغبه بالصلاة. هذا مجرد أمر، ما دام دون البلوغ يكفي مجرد، دون العشر، ما دام دون العشر يكفي مجرد الأمر، وتأكد عليه، ترغبه في هذا، تحث على هذا. نعم.